تيثوما تلعب وسير خل مجهودات تيتيك باش هادي غنا الشان المحلي نيغ الميدان الاعلامي دي ندير النظر ممش تبعم الزوار الموقع نادور سيتي انه ذي نديت مزنغان في 2021 الساكنه مزنغان يفوق العدد تعداد الساكنه الناس اكثر من 35000 نسمه، ولكن مع الاسف كل الاسف انه المركز الصحي اللي نديت مزنغان واحد الغياب مضبب يجي المركز ذي المركز الصحي اكثر من سنه وتسعة اشهر اي ما يقارب سنتين شي ما مش نسن غنغ الامهات النغ الاخوات النغ العائله في سيمان مرات تحفجان ذي الوقت اكثر من اوبئه ذا الامراض يعني تحفجان المراقبه ني الرعايه المضبي بغا يشرفن خا المركز الصحي كذلك ثوما تلعبوسي ذي المركز الصحي ني جان ندير عمر تقريبا ثلاث سنوات اضبي بي جان المركزي ديني وافي النيشا ما مش غانيني مني ما مش غاني نابان شي مجموعه من الشباب نتنتيت مزنغان الا انغزار شان المبادره ني شان الطريقه اللي غنترافع خا المشكله غياب الاطباء على مستوى المركزين الصحيين دي ندين في مزغان طريقه نوفا مناسبه طريقه العارضه ما مش تسنم الاخوان نغيش الطريقه يجي القانونيه من اجل الترافع حول المكسب نيغ المطلب الشرعي وهو حضور الاطباء لمباشره عملهم بالمركزين الصحيين تنديت مزنغان نقرر مجموعه من الاخوان ثم سليمان ثم احمد ثم الطيب ثم زكريا ثم مورد الاخوان مره بعض الاخوات برفقه بعض الاخوات باش اننا نكسي البديله هي انا لازم في وراني راني غنسقاق في ورا خساكينه تنديت مزنغان باش هذا نوقع مجموعه من العرائض المحتوى الناس المطالبه من الجهات الرسمية أو المسؤولين على القطاع الصحة لا على المستوى الإقليمي المندوبية الصحة لا على مستوى السلطات يجن ديارباط تجريج النسارة ساسير سنت مازيغت الوزير الصحة القائم الأول المسؤول الأول على القطاع المزنغان على القطاع الصحي هذه بد خصنا قتال الغياب مضبب الحملة نجمع التوقيعات ذي العريضة ثرقان إجن الإقبال غير مسبوق زي الساكنة مزنغان هذا يدل على مستوى الوعي وكذلك أنه يوذن تيوضسني غس الغياب لا مسؤول والغير مبرر الأطباء ذي المركزين الصحيين لا يزنغان المركز لا العمال ذنيتا توجه إجن تبرات المسؤولين الذين المندوبية الصحة القائمين على القطاع الصحة هذا غزان غاف مدينتا هذا قنيج الحل يتجان عاجل وكذلك ذو الجغيش نتبرات الوزير الصحة المسؤول الأول على القطاع الصحي ذي المغرب ذي ثماثي خان غي عزن هذا غزان غاف مدينتا هذا السكن تعيين مباشر وتجيبوا حلول يتجان ترقيعية نيغ مؤقتة يجن التعيين لافيكتاسيون ماتيريان يربدا قارة الأطباء مدينة مزغان وشكرا أولا قبل كل شيء نتشكر المنبر الناظر سيتي يجي عوذان دائما ذي هنديت مزغنغان حاضر يتغطى مرة الأحداث ذي توقيعان نهارا غان غيش المشكل يمغار يجي المشكل إنساني يتعلق الصحة المواطن الزغنغاني الساكنة مزغنغان ما مشنا الإخوان الخوعاد يتعدان يعني العدد الناس 35000 نسمة خو تبارك الله على حرشنا 40000 نسمة غانغ بزغنغان وغانغ وراديش مضبيب لمدة سنتين خو عامين وغانغ بوضبيب توغانغ ذاني تاع يعني جدير بالذكر انه توغانغ ذاني مضبيب ذميس مزغنغان سي عبد الوهاب الشريف تغا دائما المركز الصحي مزغنغان يوفى خاص جن الضغط يبغى وحدث غاو لكاع يسبدل خدمت ذاني تاع لازم يعني العديد من الاقواس العديد العلامات استفهام المندوبة الصحة الإقليم الناظور نغ الوزارة الصحة بصفة عامة إلى متى ستبقى مدينة أزغنغان تستغيث من عدم وجود طبيب لأزيد من 40000 نسمة وذا خصني أوجه تحية مغار الساكنة مزغنغان خاصة الأحرار الشباب الشابات تنديت مزغنغان يجنيش المبادرة جمع التوقيعات باش إن شاء الله يجي العريضة السلطات المسؤولين باش ان شاء الله انا في الحل ديال القريب العاجل وذا توجه اخر تبرتينو المسؤولين تنديت مزغنغان دا تخصيغ بالذكر المسؤولين البلديه مزغنغان كاين غفال مع هذه العارضه ذا قارسن كنيو مانت دورنو مانت ريدات كنيو فال مع العارضه يعني مانت دورنو كنيو كمسؤولين رشيد الساكنه مزغنغان نتشكى نظر سيتي غانغ ديوسين يثي سكين غير هم خش غرا نشكاري هنا الطاس نشكاو ديس يخدم من مارا خشين يقسن غير حاد خبز غنغان نقيم غان هنمص توسف نهارا بريا ضبيب
مشينا تان هارد دارنا سيدا غير بني تو غانخ مت تضبيب تخون هارا والو لا يضبي بني لا تضبيب السكينه مزغنا شين خون هارا تبارك الله زغنا نقيم غا خان 30000 ناس ما متعدو والو من غا عالجن انت حذيني وانت في والو انت فغا في ميرو ثنين يرضويني في القواضي اللي في ميرو نهار شحت قانش قيهش كورونا شحت قانش قيا يح شحت قيت قاعد شان شين خون هارا نيسي الغير اخو زغنغن نزنت تان شين السكينه تاع السلطه المحليه هذا المرشحين ناخذ ذا الرؤساء ناخذ اذا خيت مثل المرة تازيس نكي ناخذ الدين هذا احنا ذني هنا هذا صغيين هذا عزون هذا وذن غاي مشمين غاوز معنا وذن الشين هذا غد التعنى ذا بيب ان شاء الله غا نغيرو رنشين ذي سبيطان ناخ اما مش ما خسن غا سينفتن هو غا النظام احنا نكتي سينفتن نغبنا مي الشاشة وبروس وذن بزيغ صح ذي خيدي النظام شي الحمد لله قا السكينة ذا مغا غزغن غا نخي وذن نقضيس الجمعية ذي سي وذن مليح تعاون المحسنين ايوا نتمنى ان شاء الله هذا غدا وين وذا غا يخدم ايوا تشكاريك ني واتس تشكار نادور سيتي السلام عليكم ورحمه الله قزنغان يسوا قزنغان اج الكلمات سبيتان قزنغان سبيتان قزنغان تقول كيز الوقت خدم 24 على 24 ساعه انا راه خدمك البارد طاحتي طاحني وذا الفير وذا انت مغاري يا يزن الدوان يقفل سنه طبيب والو فير ميراد والو هتعزق فير ميراد شي حتى ضايقنت تيم غارين تقلت باكونا غي حنجاني مزيانا تشنت الموعد من غارة انت تيني ثورو خذو حتى ايح مش حاسة قوم اذا ايح والتدوير ابع شوار يوان شي نضبي بسبيتا بنام عائلة تهج تحظ في بوالو يخسر غن هو النظا يوا ميمي سبيتا قا سبيتا قيز الوقت غادي سبعين توغار غا الدكتور اضبيب ديال الليل يوا نهار شنو نستاهل بو ضبيب خصنا نقول بالدكتور غادي يعني اختصاصي يوزغن غان واش انت ما بنا بغاي هرش حما هو النظر غا يداوي يقفل الناس حتى حد غاوي غا سبيتا الدواء واش تشد الدواء ولا تشنبو واش تقنبو حتى حاجه بعد هذه بعد توقيت الوقت نستفاد انت تشنا تقنا الغيوض وبعد زكا نرى الغيوض نوان يجي ايوا شي من المغاني اللي نشتي مقدمين انا اللي غنغي سبيطار غنغدير يوز بيه انا غنغيرين في فيرميرات انا الدواء ولا خدت الدواء والدواء ولا وان تويري حتى عاد غادي تعفغ فيرميرات حتى فغاس فارماسي ندير هدا الدواء ما راه الدواء جمع انت غاسني هنا ايوا السلام عليكم هذا وين غادي الكلمه عاود انا اقوم الهلال الاحمر عاود اقوم الهلال الاحمر ثلاث سنين قمت غادي هرشت ندير يدي جن نقول انت مديت غادي النظا وغاس الهلال الاحمر اي من مين غا الهلال الاحمر يا من دوم غايلي حسبي الله ونعم الوكيل خيو ذا المسؤولين غا غادي بزون غال حسبي الله ونعم الوكيل والسلام عليكم مزه زين دين مزغرغان يعني دينا اتصل المشاكل على حساب الضبيب وادي تسبو غا وين غا يعني ديك المهمه يعني غادي يخدم يعني الطلب طلب زي السلطات يعني مش مهد جا انا غبد مطلبين وزو يعني يضبيب وغانخشا يعني شي تري غانغ المشكل انت سد مثلا زك دراون كسان يغزي بني سيدان يغزي الطسي موشان انت زدغا وزغنغان انت في المشاكل يعني تراجيد كسيد عارون ديبو مثلا شو شعر عارون ديبو والو تراجيد كرازي وذي عشيني ثيو الشاب وذي عشيني شهاي قوان اخو تقريبا طرد شها اضبيب وغانخشا يعني بنامي الطلب اضبيب وهيجن حاجت شخصية ابن ادم غادي يستعدو يا راديوني غادي كشان حاجت والو ولكن غنغطس المشاكل الطلب يعني الضبيب ضروري غنغيري يعني جنحش طم مزيان توها وغنخذ الجيشه يعني الصحه من بنادم المهم الصحه من بنادم باش هذه راح هذيك مثلا هذه يستعدو يا راديوني كشان حاجت يتكرزا يعني دين الجماعه يعني اي سلطه مش ما تجا ادخل ذي منايا يعني خصنا شي طبيب ضروري ضروري يعني تشكى حتى نظر سيتي تقنيج المجهود يمغى يعني تزد تزور انت تبحث يعني المشاكل السكينه يعني السكينه ملي كتغزا قيا زغنغان وتجيبون قارس الشين ازغنغان وقيا زغنغان الطس الطسي موشاني غازي تقنن قبل سيدال غا كدرا ونكسان صوتو لاصا تجب الذاغيرين يعني الطس السكينه مغا وتجيبون تسري شي مثلا قارس زغنغان وها صافي غي زغنغان تبارك الله مغار الطس ايوا يعني الشميش اصلا مش قناية يثما ما نشقيه كيسن يعني نوزون شي نوزو ضروري يخصنا سبيطا اي واحدة تسقسي اذا تسبدد كذا شي اضعف الايمان يخصنا سبيطا همد والدكتور نيغ الدكتورة مثلا واد تيس نيغوني يعني جن المشكلة مغا يعني بنادم غاسي جن المهم انت مثلا ضي حظا
هادي صديق الواجب نتقاوني ديجا الواجب وتجي مثلا قاسين در خدمتوها هكا خوني ديال الواجب يعني تفت بنادم يجي العدد نيوذان يتري غاس المشكل عضوي ويزما هذا يصبع هو خزا بوغا يجي بنادم مثلا كيسينا فني غادي نشمر تفت المشكل غا بنادم ويزما هذا يصبع ثلاث شهور صغير تكشط ثلاث شهور يغضى 10 ديال رونديفو شحال غي بنادم يعني تبارك الله عام عام ديال رونديفو المهم تشكا غنهضر سيتي التاسخ المجهود يتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. الرحيم اولا تحيه للزملاء في موقع ناظور سيتي للتفاعل الدائم مع قضايا اللي كتهم الراي العام المحلي والاقليمي والوطني. احنا كشباب في مدينه زغنغان احتجاجا على تدهور الوضع الصحي في المدينه درنا واحد العريضه كانت فكره ديال الشباب مدينه زغنغان انه نديروا واحد العريضه باش نوجهوها للمسؤولين كاملين للمجالس المنتخبه للمؤسسات الرسميه ديال سواء وزاره الصحه ولا المندوبيه ولا السيد العامل. ما يمكنش انه مدينه عند الكثافه السكانيه تقارب 40,000 نسمه والجماعات القرويه المجاوره دابا لسنتين ما كاينش طبيب في المركز الصحي ديال اللي كاين في السونتر ديال المدينه وفي المركز الصحي اللي كاين في حي العمال. ما نستغرب انه الى حد الساعه المركزين الصحيين ما داروهمش في اللائحه ديال المراكز انه اللي شاغره. وزيدون واحد التصريح ديال المسؤول خليه الاعلام في المندوبيه الصحه قال لك انه لا راه كانوا كيجيو شي اطباء. احنا ما بغيناش حلول ترقيعيه. هذه الرساله كنوجهها لمندوبات الصحه. احنا ما بغيناش حلول ترقيعيه. احنا بغينا حل يكون دائم يكون طبيب ولا طبيبين في المركز الصحي اللي كاين في المدينه وطبيب ولا طبيبين في المركز الصحي ديال حي العمال باش ما بقاوش توهمونا وتربحوا بنا الوقت انه غادي تصيفطوا لنا شي طبيبه ولا شي طبيب مؤقت علامه تهدئ هاد الموفم وهاد الحركيه ديال الشباب. عليها واحد نقطه اخرى هو انه عندنا مركز الهلال الاحمر في مدينه زغنغان. من هاد المنبر ديالكم المحترم كنوجهوا واحد الرساله للمدير الاقليمي ديال الهلال الاحمر انه يشوف انه كيدير دابا لمده 3 سنوات او اكثر المركز ديال الهلال الاحمر في مدينه زغنغان مبلع. يشوف شي حل اللي سيفطوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الفيرميات بعدا على الاقل بعدا اضعف الايمان وشكرا. كيوم عبد الحق زين الدين تم زغنغان تشكا نهار انا دور سيتي غنغدي يوسين باش نصيغو ديج نتبراتي المسؤولين نخسنيني بلا نشتي مارة كساكنة مزغنغان ساكنة المجاورة مارة بني سيدال دوكسان بني سيدال الجبال بني سيدال لوطا رهم من هو يخسن غوض بيب ديال موستوس في دعان غدانيتا رخو تقواذي ياب 10 شهر ماذ 5 شهر ضد بيب والو يوذان تعانان مرة وني غي تجيش او مهروش ني غشان حاجتت يخصص ضروري باش هذي هو غان ناضا ذا هذي داوا نشين موستوس في الحمد لله قط غان غدانيتا غاثو وادا ما يمي وذاني غات كافصني يعني تقواذنا ار ناضا وتمني غزي المسؤولين هذا غدا وينشم طبيب يعني هذا غدا وينشم طبيب هذه قيم ذا يعني طبيب دائم يربدا ودير يعني سكوشي يعني سماتريال نص مارة وثمانية يخص غدا ومينيغ وتشكاغ يعني ناظور سيتي يوشين يعني الاهتمام يمانا يعني رانتاث يتعجب ستبحث يعني باش تصيوض الميساج المسؤولين مارة وشكرا. ما تمني اختلق اليوم لي حمارة زين من بارا ناظور سيتي تشكاري تطاس صوت تاس المبادرة يهكا إذا ما أنا متكا عاد نهار غندي تموز غنغان تما يجن حاجة الصباح تاس والله وناظور سيتي نهرب نسيو الخاصة تاس يجن الموقع هذا مقرن تاس ونتشكاري ثومي ديكا نهار الساكنة موز غنغان باش تما كيسي شاش هموم الناس كيسي شاش يعني يجن مجموعة مسرايين نتشكاري هند تاس مش دومينيغ زين من بارا. المهم شنو يقصد دومينيغ يا يثماس ويسما يعني مش نسن بلا الساكنة موز غنغان ذي ليا مثلا يعني توكين فوس كفوس على اساس باش تسمى تسمون نجم مجموعه من الشباب باش تسمى توقع توقيعات نسن سلاكات ناسيونال نسن على اساس نطلب باش غانغيرين شتي وضبيب ذا هنديت موز غنغان ما مش سنم الاخوان الاخوات بلا هنديت موز غنغان هذا مينيخ تقريبا 3 سنين ونص يمكن 4 سنين شنو غنغبو اضبيب ذا هنديت موز غنغان
يعني ديج المشكل ضم قران يعني مشتغلني غماني شي بدو كارينو يعني يوضن بارا مريارين نغض خبا ميخن الطلبة خان نغض حشن والله العظيم شنو الزياد بيبدي هندي تمزغن غن غان غل أمهات النغ غان غل حباب النغ غان غل يوذن النغ تعانان فما ومش نستنداني تتيج مجموعة عن الأمهات ما دي بوبريث نطس واتجين بو مستعد يعني غضا حانا تستعدون غالي اختصاصي 20-30 ألف قاكنو السنم يعني ثم سنين من التوينت تحسعدو غالي اختصاصي 20-30 ألف يتيشش داري سيتم وضبيب دي 30-40 ألف فهما شنو الزو غان غيري ذا وضبيب هذا غي سعدو لان شيني الأمهات النغ وشين داني تتي ما رقنش سو كمس تجربة شخصية يعني الأم إينو يعني من ما تبغى تروح ديني ديني غالمصحه اضبيب والو اضبيب والو اضبيب والو وخمي الطلبه ما خصش باستيات نخشان حاجات يقالس الدواء والو وانت تيديج مشكل ضم قران تنتي تمزغن غن وغاتي تيري وضبيب شنو يض نظر بعدا مشي جو مدات نغيج الاخ نقانس محمد ايناش قضي بار الدول الاوروبيه اتف حشكم الحيوان غاص ضبيب الحيوان غاص ضبيب وما بالك الانسان نشين نهارا سيسم الشباب مزغنغان نفا غالشارع نسمونا الشباب باش هذا خفان ما نضحكش لا كارت ناسيونال تنسن باش نشينا ندفع فيه وريقين لنا باش على الاقل مطلب لنا ايش المطلب ايش المطلب يعني تسمى ضروري خصها غنغير نشين ديتاتي يعني دي هندي تونس غرغان ونتمنى ان شاء الله الميساج غادي يوض نتمنى الدعم للشباب سواء ندير النظر سواء ندير كوز غنغان تفعل اك الملفه ديج الملف اينو نش نحباب النغمار الامهات النغض الوالدين النغ نوزو يا ضبيب غنغير اذا كوز غنغان شنو نطلب باش نحاش النغنيت نوزو يا ضبيب ونوزو فارماسيا غتغيم بيرمانوس سجلت شو ما عرفت بنادمين من عيد الحريقه واحد نجيت غا اثنين نجيت غا ثلاثه نجيت وغا سيتيري بو فارماسيا كوز غنغان باش هذا راح يصغ الدواء ومام شتو غنسنا ماني اللي جو حنا جاضم زين غا سعه تقعد اش تمسي نوزو ياخذوا لي براند هنديك كوز غنغان وانو في بو فارماسيا ساعات 11 ونص نجيت فارماسيا والو ايش مشكل ضم قران يثما والله العظيم الا ايش مشكل ضم قران واش خصنا دومين غي يثما بالله نشتو توصل داك ديج مجموعه نقول نخدم دي فارماسيا انا يا خويا سفيان ما مش غنك نشينا نازم سجيل 24 ساعه كني وغون بويا ضبيب كوز غنغان كي خصي كني وضبيب يخصي كني وضبيب باش تحت السعدوث اجو شاري سيتا باش غالي تسنش اش شغل الدواء ما غا خمي طحن يوذن غا فارماسيا الأغلبية واسنتيش نبو أريسيتا الأغلبية تحت غفار مسيط قاسة ودي قيت قسيهم شانا قاش غيج الماكلة قواكي يتوسيا يتح ديريك تيتيشش بسطيات عل يتيشش نستو ماغون يتيشش دعا الهضم نيت قادس مثلا نفار مسيط قيت قسيه وزجيف أحقق نهارة وتجربو مليح يتحاش ديريك تيتيشش بسطيات قادس مثلا تيشنسيش مجموعة غان نتمسرين الهاد وها انت يفهمش يتح يتيشش الدواء من يجي يا أريسيتا تسمى غير من يوضع في نقيتا إذا غاثين ديك سيشاري سيتا باش الشغ الدواء نش سيمانتينو روح غافان ما سيقاس واتجغبو من حيث قسيهم شانا يتفكى يطح يغزى ذي الدواء نير يتشيط بسيط يقاليقش نيشي خسن وبالفعل الحمد لله تسخت تزدكي ذي يمي مواذي التيل بشان أسكو شغ عريسيتا ميمي زعما غير نهارة في نقيتا ذي ثيني ديك سيخسي شعري سيتا باش اشقي مغنش 24 ساعة 24 ساعة مش اصلا ويه تاد بوفار مسيا مش نقي تقسي ستوماغو فروح ديريك لباستيا تكشري باستيا ستوماغو وذي ثني ذبو يخسي شعري سيتا نهارة ومش طلب خس فار مسيا قاد يخسي شعري سيتا يخسي شو ضبيب لا يعقل اي ثما يخسب بنادم يسيري شويه الانسانيه شوف هذا الشيء غير نحاج ميساج ثا تمني غادي يوض مار يصحاب فارماسيه توي ما تقيم بيرمانوس جيت تكمل زنزديش تكاخات ندولي بران ايش نتكاخات ندولي بران ما زنز يا 24 ساعه سياب العالمين اش اجازه خاص مهم نشكري كني وصوت سد عوض غادي نغيج موال نشكري غزين من برا نادور سيتي اخو منو سي تكسي رميت قاعد غنديت مزغنغان باش تما نمشي نحول ما امكن نصيو تابلتنا تمني ان شاء الله زي الشباب مزغنغان الحمد لله نطلع هذه نحاجت مثلا تقريبا خوش العامين زكوامين طلع بلا الشباب بدانا نكفوس كفوس بدانا ذوعان بدان غاسني ليج الحس يعني باش نكفوس كفوس باش ما لا غنصيو شان تبرتنا غتنصيو سجن طريقه حضاريه ونتمنى ان شاء الله المطلب النغ اذيري وهو غنغير ليج مضبيب ذاني هندي تونس غنغان غوانس غنختيري فارماسيه بيرمانوس نشي نمشيو من نيغ ونطلبو شي حاجه تمقرات اجي نحق ديال حقوقنا نشاف فاميليا النغ نشاف الوالدين النغ نشاف مارخ الحباب النغ ونشكرك نوس وطاس والسلام عليكم ورحمه الله.